عند قلعة صحار وقريبا من الشاطئ يقع سوق صحار، أحد أهم وأشهر أسواق العرب قديما. كان بمثابة ملتقى تجاري وثقافي حاضر في ذاكرة المؤرخين ومؤلفاتهم. كان العرب يقيمون هذه الأسواق مثل سوق عكاظ ومثل سوق حجر وغيره من الأسواق، ومن الأسواق التي تذكر في عمان سوق صحار. ومن اللافت للنظر أن المؤرخين والجغرافيين أيضا يصفون الأمان الذي كان ينعم به سوق صحار بأنه لا يحتاج إلى خفارة، بمعنى أن البضائع كانت تكدس ولا أحد يقترب من بضاعة إنسان أو تاجر بسبب البعد الأمني والبعد الأخلاقي القيمي اللي موجود في داخل المجتمع. الصخري وهو صاحب كتاب مسالك الممالك يصف سوق صحار ويصف صحار بأنها أعمر مدينة ببلاد الإسلام، ولا تجد في سواحل بلاد الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالا من صحار، وهذا يؤكد القيمة الكبيرة التي احتلها سوق صحار. هنا وإلى عهد قريب كانت آثار المبنى القديم شاهدة على حقب تاريخية وحراك تجاري مهم. المبنى الجديد للسوق صمم بطريقة تراثية مستوحاة من قلعة صحار والمباني الأثرية، توحي لمرتادي حقب الماضي التليد. صحار كانت مدينة تعق بالنشاط الاقتصادي قبل الإسلام، واستمر هذا النشاط الاقتصادي لفترات طويلة بعد الإسلام. كان النشاط الاقتصادي هو عصب التجارة في عمان بشكل عام، وكانت صحار هي مركز لهذه التجارة. يتكون السوق من 26 محل في الطابق الأرضي، و الطابق العلوي من مطعم ومركز للمعارض وللندوات والمحاضرات. يرتبط السوق بجناحين مع السوق القديم والمحلات القديمة الموجودة على السوق من الشمال والجنوب. وارتأت بلدية صحار أنها تعمل يعني العديد من التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. يضم السوق المقام على مساحة تزيد عن 4500 متر مربع على 4 بوابات رئيسية، وبه 26 محلا تجاريا، ويقع قريبا من سوقي الجمعة والحرفيين، محاطا بمحلات تجارية متنوعة. قيم تاريخية وتجارية وحضارية لسوق صحار يحملها هذا المبنى الجديد للأجيال القادمة. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار، لمحافظة شمال الباطنة.